Welcome back to our 10th lecture. Now we'll be discussing the Ottomans. So the six secrets of Mamluk architecture can be summarized as 6 points. All in one, Iwan, minaret, portal, squinch, and dome. So this is how to distinguish between Bahari and Burgi Mamluk by the khanqah, the kuttab over Sabil, the dome and its corners, and the window group. Okay, so who is the founder of the Ottoman Empire? عايز بتاع الأوتمان أمباير بدأ في البقعة دي كده وبدأ ينتشر ويتوسع ويتهلغل وينتشر لحد لما أخذ معظم أوروبا الغربية والشرقية وكل منطقة العرب المأهولة. يمكن أسباب فتح القسطنطينية هي النقطة الفاصلة، والقسطنطينية دي ما سقطتش بين يوم وليلة. الحقيقة ده كان حلم بيراود عثمان غازي ذات نفسه ومن بعده الحكام العثمانيين لسنوات وسنوات، لكن البشرة كانت موجودة في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. بيقول إيه الحديث؟ بيبشر الصحابة من أيامه، شوف البشرة بتاعت فتح مدينتين. إيه هم المدينتين اللي كان بيبشر فيهم؟ حد عارف إيه هم المدينتين اللي قال إن هم هيتفتحوا؟ أيهما تفتح أولاً؟ قال لهم القسطنطينية. لتفتحن القسطنطينية فلا نعمل أمير أميرها ولا نعمل جيش ذلك الجيش. من الفقهاء بتوعه كانوا بيعلموه الحديث ده، فالموضوع ده عشش في خياله وأصبح إن هو هاجس والحلم اللي بيسيطر عليه لسنوات وسنوات. ولما تولى الحكم حاول يحقق الفتح ده. القسطنطينية كانت عبارة عن مدينة صغيرة محاطة بالدولة العثمانية من جميع الجوانب باللون الأخضر، أما القسطنطينية ذات نفسها فهي النقطة الحمراء الوحيدة اللي فاضلة بالمنظر ده، محاطة بأسوار منيعة عشان كده استعصت على كل الحكام العثمانيين اللي قبل كده مش قادرين يفتحوها بسبب وجود المضيق اللي بيعدي منه السفن اللي هو مغلق بسلاسل من أركانه علشان يمنع دخول الأسطول وعبوره. وفي نفس الوقت من الناحية دي في أسوار قوية ومن الناحية دي في أسوار قوية، وعلى رأس الخليج من الناحية التانية في برضو حامية تبعهم تبع الطلاينة بس على نفس المذهب. طبعاً قسطنطينية هي عاصمة الدولة المسيحية البيزنطية، وبالتالي ليها ثقل وأهمية كبيرة جدا، لكنها تختلف عن روما من حيث المذهب اللي هم هناك إيه كاثوليك. لكن رغما عن ذلك محمد الفاتح راح وحاصر الجيش لمدة 50 يوم يضربه بالمجانيق كل يوم وكل ليلة، يقوم سكان القسطنطينية بإعادة ترميم السور وينجحوا في صد الهجوم، فأصبح ما فيش أي فرصة لدخول القسطنطينية إلا عن طريق البحر، والبحر محطوط فيه سلاسل مانعة ما تقدرش إنها السفن تعدي. لحد لما حلم وصحى الصبح لقى إيه الفكرة العبقرية ده. إيه هي الفكرة؟ إن هو راح نقل السفن بتاعته برًا بالليل عن طريق جرها بالسلاسل ووضعها على زحلقتها على بذوع الشجر المدورة بحيث إنها تبقى زي عجل وتروح إيه منقولة بالأسطول كله داخل الخليج في ليلة واحدة بدون أن يشعر به الحامية اللي موجودة في الضفة الشرقية وبدون أن طبعاً أن يستطيع منعه أي حد من داخل القسطنطينية. ففوجئ المدافعين عن القسطنطينية بأن هم متحاصرين من الناحيتين تاني يوم صباحاً، الجيش العثماني من الجهة دي بيضربهم بالمجانيق والسفن العثمانية بتاعت الأسطول بتضرب الأسوار من الناحية الشرقية ده، فاضطروا إن هم يشتتوا دفاعاتهم مجان يقدروا يحموا الحدود بتاعتهم، وبالتالي أصبح الدفاعات مشتتة. نجحوا فعلا إن هم يكسروا الأسوار يخشوا القسطنطينية فاتحين. يعملها محمد الفاتح ان هو يحول الكنيسة اللي هي مركز الدولة البيزنطية من كنيسة الى ايه الى مسجد، واصبحت كذلك مستمرة كمسجد في تاريخ العثمانيين لحد لما ايه جه اتاتورك ورجع حولها تاني الى متحف. ورجع حاليا طبعا ان هي رجعت في القصة الشهيرة او احداث الاخيرة اللي هي ايه رجعت بقت مسجد تاني مرة اخرى. فنلاقي على طول إن ملامح الكنيسة هي نفس التشكيلات اللي كانت موجودة في جوامع أخرى حول العالم،
تأثرا بالعمارة البيزنطية اللي موجودة، خاصة القوس اللي هو نص دايرة بالظبط. الأربع مآذن دول أضيفوا لاحقا وبعد كده بتحولت إلى لاتين تشيرش في عهد الحملات الصليبية الرابعة، وبعد كده اتحولت إلى كنيسة شرقية في العهد الإيسترن أورثودوكس، وبعد كده اتحولت إلى جامع بعد فتح محمد الفاتح لها، وبعدين تحولت سنة 34 إلى متحف سنة 34، وعادت مرة أخرى إلى أنها مسجد. من الحاجات طبعاً الملحوظة أن هو من الصعوبة أنك تحول مكان كان مخصص لعبادة معينة إلى مكان مخصص لعبادة أخرى، والحاجات اللي تدل على ان ده ما كانش مظبوط قوي الى ان المحراب بتاعها لو انت تلاحظ ان هو مش في اتجاه القبلة. لما تيجي تبص على المحراب، لان طبعا التوجه بتاع الكنيسة بيختلف عن التوجه بتاع المسجد، فكان الزاوية بتاعة المحراب متغيرة علشان توافق الكعبة، في حين ان اللي اوت بتاع الكنيسة ذات نفسه مش perfectly aligned مع ايه، مع اتجاه مكة، عشان ايه مسلسل بتاع ايه حريم السلطان. حريم السلطان بيجسد حكم البلاط العثماني وجد أو البيت الإسلامي بجميع ملامحه. فهل يا ترى في أسرار للبيت الإسلامي ممكن إن احنا نعرف منها إزاي المسلمين كانوا زمان بيبنوا البيوت؟ احنا غطينا إيه سوفار؟ من المباني الدينية غطينا المساجد والخنقهات، مباني المدنية غطينا المدارس والسبيل والوكالة والسوق، ومن المباني العسكرية غطينا القلاع والأسوار والبوابات العسكرية اللي بتحمي المدن، لكن من الناحية المدنية أو الشخصية ما اتكلمناش يا ترى البيت الإسلامي كان عامل إزاي. Actually الديزاين برينسيبلز بتاعت البيت الإسلامي زي ما انتوا حسيتوا كده لما دخلنا، إن في كده إيه هدوء وسكينة، وأهم فيتشر موجودة فيه Islamic home must fulfill these following objectives. أول حاجة الايدنتيتي، لا معي، انا مش اوروبي، انا مش مغربي، انا مش فارسي، الهويه بتاعته منعكسه في جميع اركانه. الحاجه الثانيه بيعبر عن الخصوصيه اللي بيحتاجها الناس اللي عندهم العقيده ده، ومن اهمها السيجريجيشن اللي هو الفرق بين الايه، بين القاعات اللي مخصصه للحريم والحاجات المخصصه ايه للرجال. ثالث حاجه ويمكن دي الحاجه الهندسيه بقى اللي هيهتم بيها أصحابنا اللي في كلية الهندسة، اللي هي الراحة البيئية أو الراحة الحرارية. إزاي البيت الإسلامي متصمم بحيث إن هو يديك الإحساس الغريب ده بأنه هو بارد، رغم إن لا عندهم تكييف ولا عندهم تلاجات ولا عندهم التكنولوجيا الحديثة ده، بس بالنسبة لوقتهم كانوا قادرين يحققوا الكلام ده بالتكنولوجيا المتاحة ليهم. والحاجة الرابعة بيحقق لهم الأمان. وهنا السؤال، يعني إيه الأمان؟ يعني الأغراب ما يقدروش يخشوه، الناس الفضوليين واللي يحبوا يدحربوا في أسرار البيوت ويعرفوها ما يقدروش يعرفوا حاجة من أسرارها. It's the architecture of the veil. حد عارف يعني إيه what is a veil؟ من برا مش ظاهر جماله. أيوة. والجمال يعني ظاهر من جوه بس، فزي مثلا زي بالظبط غرض الحجاب أو الخمار أو البرا، إن هو يعني ما يكشفش الجمال يعني للناس الغريبة يعني الغرب. It's inward oriented، يعني الجمال كله من جوه مش من بره. It has an external piece taken into the inside. It's gender protection actually symbolized by the veil. خدنا الارت وقلنا ان احنا نعبر عن الكونسبت بتاع اليونيتي والاترنيتي، مش كان في حاجات كده مفاهيم رمزيه فلسفيه عايزين نعبر عنها فيزيكلي في الزخارف؟ طب لما اجي اقول لك ان انا عايز اعبر عن البرقع والخصوصيه، اعبر عنه بايه؟ بالمشربية. بالظبط، يبقى المشربية العنصر اللي هو المزخرف الجميل الفني ده هو على طول بينقلك لمفهوم مختلف خالص، ان دي عمارة جميلة ولا بس جميلة بس، ولا عمارة وظيفية كمان. وظيفية يعني ايه وظيفية؟ يعني بتحقق وظيفة، يعني مش معمول لها التفاصيل اللي موجودة دي فقط للجمال، ولكنها بتأدي وظيفة معينة. Actually المشربية ده هي بتحقق عدة أهداف، من ضمنها فعلا قضية الحماية وقضية الخصوصية وكمان قضية بيئية مهمة جدا، بتشتغل كأنه زي فلتر العربية بالضبط أو فلتر التكييف. هو فلتر التكييف عبارة عن إيه؟ مش فتحات صغيرة بتخش منها الهواء فبيتعلق الشوائب منه على أطرافه. المشربية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة مش من
من الحاجات الخشب صحيح، معمولة على مسافات ضيقة جدا بحيث يتخللها الهواء، ولو الهواء ده عليه أتربة ولا أي حاجة بيتعلق عليه، فبيشتغل منه بيدي خصوصية، منه بيدي حماية، ومنه بيدي تنقية للهواء، وكمان بيدي حجب للرؤية. يعني أنت وأنت قاعد من جوه تشوف اللي بره كويس، لأن أنت عينك قريبة من الفتحات، في حين اللي بره مش شايف غير لوح من الخشب اللي حاجب الرؤية. يعني حاجة النهاردة بالعصر الحديث عامل اللي هو زي الأنتي ريفليكشن كلاس ده. فالبيت الإسلامي متصمم إن هو يراعي العادات والتقاليد الاجتماعية الشرقية، بحيث إن هو بيحقق الحفاظ على الأسس الاجتماعية اللي قائم عليها المجتمع، زي ما قلنا من ناحية الجندر بروتكشن والبرايفسي and so on. فمن أول المدخل بتاع البيت اللي هو متصمم بطريقة منكسرة، ما يكشفش كل البيت من أول لقطة، فبتخش يا إما في مدخل منكسر يدخلك على الفناء الداخلي ومنه تتوزع لبقية البيت، أو بتدخل في الناحية الشمال في غرفة منفصلة خارجية اسمها الجيست لاونج أو من أوضة الضيوف اللي احنا بنسميها النهاردة في البيوت، وده تقعد في انتظار لما حد يجي لك علشان يتكلم معاك أو يقابلك. البيت مقسم إلى قسمين أساسيين، اللي هو السلاملك، وده الجزء اللي هو سلاملك، سلام للرجال ان هم يقعدوا فيه، والجزء الثاني اللي هو محرم على غير اهل البيت اللي هو الحراملك، اللي هو بيبقى فيه الحريم او ستات البيت اللي موجودين. وطبعا في جزء مشترك بيخدم على الطرفين، زي مثلا الضيوف والمطبخ والحاجات الخدمات المشتركه اللي زي ده. في طبعا سلم بيطلعك على الدور الثاني علشان ينقلك للغرف الخاصة بالحريم في أهل البيت. وفيها أحسن عفش في البيت غالبا كده، وبيتقفل يعني. بيتقفل ويتغطى وعمره ما بيطلع إلا في الفرح بتاع أختك. طيب احنا شفنا طبعا عدة بيوت زي ما انت قلت، شفنا بيت السحيمي وبيت الكريتلية، هنا بنتفرج على بيت زينب خاتون، ودي واحدة كانت مهمة جدا في عصر المماليك وفي عصر العثمانيين، كانت مخلية بيتها ده عبارة عن مأوى للثوار اللي هم بيقاوموا الاحتلال الفرنسي في مصر سنة 1799. التصميم بتاع بيت زينب خاتون نفس التصميم اللي احنا قلنا عليه، بتخش على المدخل المنكسر، ومنه بتخش على الأجزاء الخاصة بالبيت البرايفت، والأجزاء اللي فيري فيري برايفت موجودة فين في الدور الفوقاني. نفس التصميم اللي احنا لاحظناه في البيتين اللي احنا شفناه. أهم نقطة عايزين نتكلم عليها هي الكلايمت كنترول، إزاي التكنولوجيا الحديثة اللي اخترعها المسلمين بتحقق لهم الظروف المناخية الملائمة للجو بتاعهم. فأول حاجة عشان تعمل كلايمت كنترول في المناطق الهوت أريد ريجن، اللي هي المناطق الحارة الجافة، إنك تقلل، تعمل مينيمايزنج للإكسبوجر للصن، وتزود فرصة الكول إير. إزاي؟ عشان هم كده هم اخترعوا كول سيستم. الكول سيستم از ميد اب اوف فور ثينجز: شيلدز، ريفريجريتور، فان، وهيوميديفاير. هتسالني وتقول لي ازاي يا دكتور وهم كان عندهم ريفريجريتور ولا عندهم فانز؟ هقول لك الشيلد، او عارف الشيلد ده اللي هو بتاع افلام ستار تريك والمش عارف ايه، ده التلسكوبيك سيكشن. يعني ايه تلسكوبيك سيكشن؟ يعني كل دور طالع ببروز عن الدور اللي تحته بحيث ان هو يرمي ظل عليه، فبالطريقه ده يبقى دايما جزء كبير من الواجهة في الظل. النقطة الثانية انك عايز تعمل خزان للهواء البارد. الهواء البارد بيتخزن فين؟ في الحتة الظل. فين الحتة الظل؟ جوه الفناء الداخلي او الكورت. نسب وابعاد الفناء الداخلي ده هي معمولة مثلا مترين او 3 متر، وارتفاعها دورين 3، مما يعني ان هي في معظم الاوقات بتكون جوه في الظل. وبالتالي مش ده المنور يعني عندنا؟ أيوة. احنا في المنور، ايوه المنور ده رقم 3 حبيبي، اللي هو الويند كاتشر. المنور ده مفروض ان هو بيجمع الهواء البارد، عباره عن تانل عكس فكره الشمني بالظبط. الشمني او المدخنه بتطلع الهواء السخن بتاع المدفايه بتطلعه بره. المنور او الويند كاتشر، ملقى في الهواء اللي معمول في البيوت الاسلاميه، متصمم بان متوجه فتحته
ناحيه الشمال الغربي اللي هو الناحيه البحري اللي بتجيب الهواء الساقع. الهواء الساقع يجي من ناحيه اسكندريه كده، يروح داخل يعدي على زير كده صغنن، الزير عليه رذاذ ميه لان هو فيه ميه، وبالتالي الميه الزير معمول من الفخار اللي هو سيمي ترانسبيرنت، فبيطلع الميه على الجدار الخارجي، يقوم داخل الهواء بمنتهى الحلاوه كده، يروح ايه مترطب، وبعد ما يترطب يخش ساقع، وبقى ساقع ورطب، يروح معدي على زي شبكه كده عليها فحم. الفحم من خصائصه ان هو بيمتص الشوائب، عشان كده بيحطوه في الماسكس بتاعه الغازات، فيعدي عليها يروح ايه يطلع من الشوائب والروائح الكريهه، يروح نازل تحت في الناحيه التحتانيه، ده ايه جاي لك بقى هواء من بره ساقع رطب نظيف ريحته حلوه، يروح جاي داخل جوه القاعه. بس يا عم بقى عندك احلى تكييف في احلى بيت، فداخل لك هواء ساقع ما كلفكش نص كيلو وات كهرباء، يروح جاي داخل هواء ساقع يشتغل عليك وير رايزز، فالهواء بعد ما يصل يطلع لفوق يخرج منين؟ من الشخشيخه ده. فعندك السيستم بتاع الكلايمت كنترول معمول بدقه هندسيه فظيعه، بتحقق لك الثلاث وظائف دول: شيلد، ريفريجريتور، فان، اند هيوميديفاير. كلايمت ايه؟ كلايمت كنترول. مش معنى كده ان العماره العثمانيه عماره تفتقر الى الجمال او الى الابداع او الى الروعه، بالعكس، هي كل الفكرة إن أنت عشان تتفرج على العمارة العثمانية على أصولها مش شرط إنك تتفرج عليها في القاهرة، لأن زي ما قلنا إن القاهرة كانت إقليم تابع للدولة العثمانية اللي مقرها لإسطنبول. ملامح العمارة العثمانية تتلخص في 4 خصائص أساسية: رقم 1 المسقط الأفقي المربع اللي يغطيه قبة كبيرة اللي هي رقم 2، محاطة بأربع قباب أو 4 أنصاف قباب أصغر من القبة الرئيسية، وبيملى الفراغ بتاع المربع مجموعة أخرى من القباب الأصغر. كمان اللي يميز العمارة الإسلامية العثمانية اللي هي المنارات أو المآذن اللي على شكل القلم الرصاص اللي هي مدببة من فوق. والحاجة الرابعة اللي هو استخدام السيراميك المزخرف الملون اللي هو كان شائع كمادة بناء متوفرة جدا في المنطقة ده. بالعكس، المصريين عندهم النعرة الفرعونية ان احنا عندنا اصلنا فراعنة واحنا اساس الحضارة، والاتراك عندهم العرق التركي اللي هو يعني يميل الى العصبية والتعصب الى عظمة وامجاد الدولة العثمانية سابقا، خصوصا من ايام محمد علي لما بدأ يفكر ان هو يستقل بمصر كاقليم ويخرج من عباءة الدولة العثمانية، فينشئ جامعه الشهير جامع محمد علي في 1830 اللي هو يكاد يكون نسخة طبق الأصل من مسجد ياني اللي موجود في اسطنبول اللي مبني قبلها بحوالي 200 سنة. كمان متمثلة في نقلهم لفكرة المحراب. المحراب العثماني يتميز بأنه هو مدبب ومليء بالمقرنصات، وده نجده مشابه جدا للمحراب اللي موجود في قصر الأمير محمد علي اللي موجود في المنيل. كمان نشوفه بيتقلد في فكرة المنبر الرخامي اللي موجود في جامع محمد علي، وزيه المنبر الخشبي اللي موجود وشبيه في التصميم بتاعه في منبر السلطان أحمد في إسطنبول. حتى الحاجات اللي هي من قبل العصر الدولة العثمانية زي الأكوادكت أو مجرى العيون اللي هي موجودة في مصر، صحيح دي من أيام صلاح الدين، بس مما لا شك فيه إن يعني من الملاحظ إن هو في شبه ما بينها وما بين الأكوادكت اللي موجودة برضو في إسطنبول. يمكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقول إن الأتراك هم اللي واخدينها من مصر هي المسلات، حتى دي ما كانتش بطيب خاطر بل كانت هدية من محمد علي على سبيل التقرب لسلطان العثمانيين. من الطقوس كمان الشبيهة ما بين مصر وتركيا اللي هي الطقوس بتاعت التراويش والتقليد الفولكلوري بتاعها في مصر اللي هو رقصة التنورة، اللي هي بدل ما أصبحت طقوس دينية النهاردة حاطين عليها التاتش المصري الجميل اللي بقت بتستخدم في الأفراح وفي الأعياد وفي المناسبات وفي السياحة، وبيتحط عليها اللومض الفسفورية والإضاءة، في حين إن هي أصلها طرق صوفية يعني متأصلة في طبقة الحكام والمذهب
يعني موجود في الدولة العثمانية. وعلشان تتيقن من إن رقصة التنورة ليها رموز وما هياش رقصة فلكلورية فقط، هتعرف إنها مكونة من 10 مراحل، كل مرحلة منهم بتعبر عن معنى مخصوص هام جدا في العقيدة الصوفية. فال10 مراحل دول بيبدأوا بحركة التوحيد، ثم الاستعداد للارتقاء، يتبعها فتح الذراعين لملء الصدر بالقوة الكونية، ورفع الإيد اليمين لفوق والإيد الشمال لتحت على طريق استقبال الخير بالإيد اليمين، وتوصيل الطاقة السلبية إلى الأرض زي ما نكون بنعمل الأرضي أو واصلة لتوصيل الطاقة السلبية للأرض. الخمسة اللي هي طلب العفو والمغفرة. الستة اللي هو بيخلع فيها السديري، فدي معناها ترمز للتخلص من كل الذنوب. وبعدين التوبة والندم على ما قد فات، رقم 7. وبعدين 8 الاستعداد لملء الكون، لملء الروح مرة أخرى بالجمال. وبعدين المرحلة 9 السعادة والشكر والامتنان لقبول المغفرة. ثم 10 مرحلة وهي الهامة لملء الكون ونشر الدعوة الصوفية في جميع أركان العالم. هم دول ال10 مراحل اللي بيمثلوا رقصة التنورة. نرجع مرة أخرى عشان نتكلم على ملامح العمارة العثمانية في مصر. هناخد 3 أنماط من المساجد العثمانية. النوع الأول اللي بنسميه completely Ottoman، وده مليء بالخصائص العثمانية الصرفة النموذجية. والنوع الثاني اللي هو النوع المهجن أو النوع الخليط، وده ما بين النوع العثماني والنوع المملوكي. أما النمط الثالث وهو نمط المساجد المملوكية اللي ليها مآذن فقط من العصر العثماني. من المساجد المشهورة في النظام أو النمط الأولي أو أولاني اللي هو العثماني بالكامل، مسجد سليمان باشا ومسجد محمد علي. وعلى النمط الثاني اللي هو الهجين بناخد سنان باشا، وفي الثالث بناخد مسجد محمود باشا اللي في ميدان صلاح الدين. زي ما بنقول ان النمط الاول اللي هو completely Ottoman، وده متمثل في اول مسجد بني على الطراز العثماني اللي هو مسجد سليمان باشا اللي موجود في القلعة، وده بيسمى مسجد سارية الجبل. هذا المسجد سمي بمسجد سارية الجبل تيمنا بالرؤية أو القوة الخارقة اللي كانت موجودة عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما ربنا كشف عنه الحجاب وشاف الأزمة اللي فيها خادمه سارية في المعركة، فأمره أو نده عليه من المسجد النبوي في المدينة إلى موقعته، فنادى عليه: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. هذا المسجد كان في الأصل مسجدا في العصر الفاطمي، بناه الأمير أبو منصور قسطة، وبناه تيمنا بالقصة الشهيرة ده، وتغير اسمه 3 مرات، وفي الآخر تم تجديده وإضافة الملامح العثمانية ليه على يد سليمان باشا الخادم، أول والي عثماني لمصر لمدة 10 سنوات. أما المسجد الثاني على النظام العثماني الكامل وهو طبعا مسجد محمد علي باشا اللي بناه المعماري يوسف بوشناق، مساحته 4264 متر مربع، وبناه طبعا محمد علي اللي حكم مصر من 1830 لحد 1000، واستغرق بناؤه من 1830 لحد 1848. طبعا مسجد محمد علي يعتبر حالة فريدة من إظهار التحدي المصري للدولة العثمانية
بانه بيبين لها قد ايه هو عنده القدره والقوه انه يحكم مصر ويضاهيها في القوه وفي العمران. طبعا محمد علي وقصته الشهيره مع المماليك ومذبحه القلعه، يعني يمكن ده يعني رمزيه اختياره للمكان اللي يبني فيه المسجد على قمه الجبل ومحاط بالاسوار المنيعه بتاعه اسوار القلعه اللي جامع سنان باشا، مش هنتكلم على التفاصيل بقى علشان الوقت، جامع محمود باشا اللي هو موجود هنا ده، اللي جنبيه وراه جامع قينباي ابو مدنا براسين، وادي ميدان صلاح الدين قبل ما يكمل. لو تلاحظ في الصوره هنا الجامع الرفاعي كان وضعه ايه؟ كان لسه ما اتبناش. فتخيل ان الصوره دي مبينه ان جامع الرفاعي ما دكتور كانش سامح لسه ولا اتبنى. واضح كده الصوت؟ حسن ده؟ اللي هو ده، شايفين البوينتر؟ اه تمام، اه، وراه انهي جامع؟ قايم ام بقى براسي، الرماح قاين باي الرماح. ويبقى الصوره دي متصوره منين؟ من القلعة من من القلعه. اه بالظبط كده. اوكي، يبقى جامع المحموديه ده او جامع محمود باشا ده مبني على الطراز المملوكي بكل تفاصيله فيما عدا حاجه واحده، اللي هي ايه؟ المبنى بتاعته اللي معموله على الطراز العثماني. اهو فين الدليل على ان هو مملوكي؟ البوابه، صح، الشبابيك، القبه الأبلق اللي فوق الضريح، الابلق، والحاجه الوحيده العثمانيه اللي موجوده فيه اللي هي ايه؟ المبنى. Can you tell the difference between Ottoman and Mamluk architecture؟ الصورتين قدامك، قول لي الفرق ما بينهم ايه؟ في اللي هي الأبواب الكتيرة صح؟ واللي هو شكل المبنى اللي هي عاملة زي القلم في المملوكية عادية شكلها عادي، صح. وفي الشبابيك، وإحنا قلنا القبة اه خلاص. المقفول، الرواق مقفول، والرواق الايه؟ الرواق مقفول اه صح متغطي، اللي هي متغطي، الرواق صح اه متغطي، متغطي. اه صحيح. يعني القبة، الهدف بتاع القبة في الطرازين واحد ولا متغير؟ لا متغير. متغير. برافو يا عمر، هابي فيس يا ماري. وانا دكتور، وانا شكرا انت مين؟ محمود. انا محمود. انت محمود، يبقى لازم تدور على جهاد يا محمود. بقى لنا 400 سنة بندور عليها. اه والله. So what are the three types of Ottoman architecture؟ سؤال، يلا هابي فيس. هو مملوك بس المنرت بس اوتومن، اوكي. وفي اللي هو كومبليتلي اوتومان زي محمد علي. اوكي. التاني كان هايبرد هايبرد صح. والثالث كان هايبرد. برافو. كومبليتلي اوتومان، هايبرد، وايه؟ مملوك with مملوك اوتومان وز مانرت. اوتومان مانرت. برافو، هابي فيس يا حسام، انت مسيطر يا حسام والله. مين الفاوندر بتاع الاوتومانز؟ عثمان الغازي. عثمان بن ارطغرل عمر واحمد حماده، الاثنين هابي فيس. اوكي، بنسميه عثمان الاول. اوكي، وات واز ذا تيرنينج بوينت ان ذا اوتومان امباير؟ ما هي النقطة الفاصلة في تاريخ الحضارة العثمانية؟ فتح فتح القسطنطينية. القسطنطينية. فتح القسطنطينية، برافو، معلهاش هابي فيس دي. اوكي، وات داز ذس سيجنيفاي؟ دي اللي هي بياخد بإيده الخير وبيرمي الشر بالشمال. هو ايه ذس دي اصلا؟ الصورة مش باينة. لا، ما عمر شافها يا حسين. اللي هي التنورة صح؟ بياخد الخير. شايف بضطر حاجه انا شايف حاجه شايف حاجه تمام شايفها. ايوه، ايه ده؟ اه دي تمام، ميت. عامل زوم. اه اوكي ماشي تمام، تعمل زوم على السلايد تمام. ماشي يا حسام، عمر هو اللي بياخد الهابي فيس، بياخد الخير بايده اليمين وبيعمل ارضي، توصيله ارضي علشان ايه؟ يكهرب، يخلص الطاقه السلبيه منه على الارض. طيب، والثانيه دي كمان تسعه. دي اللي هي grateful for acceptance. جريت صح. يعني احنا عدينا على كل تاريخ العمارة من أول طقطق لسلام عليكم. يا ترى ده يا أول سؤال حضرتك سألته في الكورس على فكرة. اللي هو، ما هو لازم في الحبكة الدرامية إن أنا أوصلك في الآخر إلى أول سؤال، هل عرفت أجاوب لك صح عليه ولا أنا فشلت؟